ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فان شاء الله باذن الله هنبدا محاضره النهارده جديده مع بعض، وهندخل على برنامج من برامج الاوفيس. بس في البدايه كده هناخد كام حاجه كده مع بعض ان شاء الله. نبدا ان شاء الله محاضره جديده مع بعض النهارده. في البدايه كده حابب ان انا يعني نتكلم شويه على جزء في اساسيات الكمبيوتر انا متكلمتش فيه، فنتكلم فيه دلوقتي. هو جزء بسيط جزء مهم. طيب نبدأ مع بعض إن شاء الله. تمام. كان في سؤال في الامتحان الدولي، أنا مش عارف الناس عرفت تجاوب عليه ولا لأ. تمام. السؤال اللي كان في الامتحان الدولي كان عبارة عن اللي هو الجزء الرن أو التمب. تمام. بس الاول انا حابب دلوقتي انا عايز حد من الناس الموجوده ازاي يغير معايا اللي هو الساعه من 12 ساعه الى 24 ساعه، اللي هو تنسيق الساعات. في تنسيق 24 وتنسيق 12. 12 اللي هو من واحده لحد الساعه 12، اما تنسيق 24 اللي هو بيكمل 13 14 15 لحد 24. حد بيعرف ازاي ان هو يغير التنسيق؟ انا دلوقتي لو جيت دخلت على كنترول بانل، تمام، دخلت على كنترول بانل ودخلت على حاجه اسمها كلوك اند ريجون. قلت له اتشينج ديت اند تايم، فده كده هيغير لي ايه؟ هيغير معاك اللي هو ادي الساعه والتاريخ. طيب لو قلت له تشينج كالندر سيتنج، بيظهر معاك هنا اعدادات الريجن او المنطقه. طيب علشان اخليها تنسيق 24 ساعه يبقى انا بلعب فين؟ في حاجه اسمها شورت تايم ولونج تايم. شورت تايم ولونج تايم. في الشورت تايم انا لو عايز اخليها تنسيق 12 ساعه اروح اختار اتش ام ام تي تي. طيب اختار في اللونج تايم اتش ام ام اس اس تي تي. طيب الاتش دي معناها ايه؟ اور. طيب الام مينت اللي هو دقيقه، واور يعني ساعه. طيب التي اللي هو انا بسميها اللي هو الاي ام او البي ام اللي هو صباحا او مساء. طيب في اللونج تايم الاتش معناها اور اللي هو الساعه، الام ام اللي هو مينت، والاس اس اللي هو سكند، والتي تي اللي هو الاي ام او البي ام. الجهاز حاليا على تنسيق 12 ساعه، يبقى اخلي الشورت تايم بنفس المكتوب فيه اللي هو الاتش ام ام تي تي، وفي اللونج تايم اخليها اتش ام ام اس اس تي تي. طيب عايز اخليها تنسيق 24 ساعه. حلو. في تنسيق 24 ساعة خليها اتش كابيتال اتش كابيتال ام سمول ام سمول. اهو اتش كابيتال اتش كابيتال ام سمول ام سمول. طيب في اللونج تايم اتش كابيتال اتش كابيتال اتش كابيتال او اتش كابيتال ام 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 اس اس. يبقى ده اللي هو تنسيق ايه؟ تنسيق 24 في الشورت تايم. اهي في الشورت تايم هختار اتش كابيتال اتش كابيتال ام سمول ام سمول. طيب في اللونج تايم اتش كابيتال اتش كابيتال ام سمول اس سمول اس سمول. ده اللي هو تنسيق 24 ساعة. طيب قبل ما ادخل على اي جزئية تانية، في اي مشكلة في التنسيقات ازاي اغير تنسيق 24 ساعة و 12 ساعة؟ بعد ما اخلص صح اقول له ابلاي ثم اوكي. كده عرفنا انا في الشورت تايم بختار ايه وفي اللونج تايم بختار ايه. حد عنده مشكله؟ يبقى انا دلوقتي اللي انا عامله ديه في الشورت تايم واللونج تايم لتنسيق 24 ساعه. طيب لتنسيق 12 ساعه اهو اتش سمول ام سمول ام سمول تي سمول تي سمول. اما اللونج تايم اتش سمول ام سمول ام سمول اس سمول اس سمول تي سمول تي سمول.
ده بالنسبة قبل ما تخص اي جريدة. الناس معايا في اي مشكلة لحد دلوقتي؟ الناس معايا لحد دلوقتي؟ معلش الناس تستحملني في يوم النهاردة، يعني انا عارف انا اتأخرت على الناس، بس انا بعتذر مرة تانية. وان شاء الله بكرة هيبقى في موعدنا زي ما احنا يعني. تمام. كويس. طيب انا دلوقتي هسألك سؤال، هقول لك عايز افتح زيز بي سي بخمس طرق، يعني افتح لي ماي كمبيوتر بخمس طرق. اول طريقة ضغطتين كليك شمال، ضغطتين كليك شمال وهفتحه، ضغطتين كليك شمال، حلو. طب الطريقة التانية، كليك يمين عليها واقول له اوبن، كليك يمين واقول له اوبن. طب الطريقة التالتة، بحددها وادوس على انتر، بحددها وبدوس على انتر. طيب الطريقة الرابعة، من قائمة ستارت هروح اختار زيز بي سي، هدور على زيز بي سي واروح اختاره. تمام، زيز بي سي واروح اختاره من هنا. طيب الطريقة الرابعة، اختصار ويندوز مع اي، ويندوز مع اي، دول خمس طرق. حلو، يبقى الطريقة الأولى ضغطتين كليك شمال، الطريقة التانية كليك يمين وأقول له أوبن، الطريقة التانية بحد التالتة بحدده وأدوس على إنتر، الطريقة الرابعة من قائمة ستارت، والطريقة الأخيرة اللي هي الخامسة ويندوز مع إي. طيب عايز أطلع على سطح المكتب، ويندوز مع دي، ويندوز مع دي هيرجعني تاني على الديسكتوب أو سطح المكتب. طيب حلو خالص لحد الآن. طيب لو ويندوز مع مسطرة، ويندوز مع مسطرة، شايفين بيعمل ايه الويندوز مع المسطرة؟ انا دايس على زرار ويندوز ما شلتش ايدي منه، ما شلتهاش خالص، ودست على مسطرة وادي بحرك تاني ويندوز، وما شلتش ايدي من ويندوز ودست على مسطرة فظهر معايا اللغة. طيب ويندوز مع شيفت مع اس، سكرين شوت، ويندوز مع شيفت مع اس، اهو سكرين شوت، بياخد سكرين شوت للجزء اللي انا بحدده. اهو اهو خد السكرين شوت ليه. يبقى ويندوز مع اي هيدخلك على ايه؟ على زيز بي سي، ويندوز مع دي هيطلعك على سطح المكتب، ويندوز مع مسطرة هيظهر معاك اللي هو اللغة، تغيير اللغات. بعد كده عندك ويندوز مع ار، في حاجة اسمها الرن، هنعرف يعني ايه رن كمان شوية. طيب ويندوز تمام مع ايه، احنا قلنا ماي كمبيوتر، ويندوز شيفت اس اللي هو اختصار سكرين شوت، سكرين شوت. طيب انا دوست على ويندوز مع ار ففتح معايا قائمة الرن بالشكل ده. تعالوا كده نكتب في الران او اس كي، او اس كي، واقول له اوكي، فتح معايا لوحة المفاتيح. يبقى لو جيت في الران كتبت او اس كي هيفتح معايا لوحة المفاتيح، هيفتح معايا لوحة المفاتيح. طيب تعالوا كده نفتح مثلا دي اكس دي، دي اللي جت في الامتحان اي جي، هيفتح معاك ايه؟ خصائص الجهاز. اي استنى عليها شويه، دي اكس دي اي اي جي، هيفتح معاك خصائص الجهاز بالشكل ده. اهي بيقول لك مثلا البروسيسور، بيقول لك الميموري اهو، بيقول لك مثلا اللغه وهكذا، بدي خصائص الجهاز بتاعتك. ده اللي هي ايه؟ دي اللي هي دي اكس دي اي اي جي من ويندوز مع رن، وهقول له دي اكس دي اي اي جي بالشكل ده اهو. طيب رحت كتبت سي اي ال سي اللي هي اختصارت ايه؟ كالكوليتور، الاله الحاسبه، سي اي ال سي، فتح معاك ايه؟ الاله الحاسبه. فلو سألك سؤال وقال لك افتح لي الآلة الحاسبة بطريقتين،
اول حاجه بروح على الرن واروح اكتب سي اي ال سي، يا اما من اللي هو علامه السيرش اكتب كالكوليتور، يا اما من ستارت واروح ادور على الاله الحاسبه. يبقى كده دول 3 طرق معاك. طيب تعالوا كده نكتب مثلا بدل سي اي ال سي هكتب بي بروش، بي بروش هيفتح معاك ايه؟ الرسام. بي بروش هيفتح معاك الرسام، ادي فتح معاك الرسام، حلو خالص اللي هو بي بروش. طيب تعالوا نفتح حاجة اسمها مثلا تاسك مان، تاسك مان هيفتح معاك اللي هو بيقول لك ايه، ويندوز كان نوت فايند تاسك مان ميك يو شور يو تايب ذا نيم كوركتلي اند ذن تراي اجين. ده بيفتح او مشاهده ما تم فتحه في شريط المهام، يعني بيشوف الحاجات اللي انت كنت فاتحها في شريط المهام. تمام. طيب ده بالنسبه للاختصارات بتاعتك. طيب لحد الآن في أي مشكلة؟ الأمور بسيطة، الاختصارات اللي احنا قلناها فيها أي أدنى مشكلة؟ طيب في اختصار اسمه كنترول زائد شيفت زائد سهم يسار، كنترول شيفت زائد سهم يمين، ده اللي هي المحاذاة بتاعت الكلام. هبعت لكم بي دي اف. حاضر، هبعت لكم بي دي اف بالكلام ده. حاضر. كده في اي مشكلة قبل ما ندخل على اول برنامج من برامج حزمة اوفيس اللي هو برنامج الوورد، في اي حد عنده اي مشكلة؟ طيب للتعديل اختار اللي هو تحرير، اللي هو edit، تحرير وليس تمكين. يعني انت في الاول بتختار تمكين علشان تبتدي تعدل على الحاجات اللي عندك، ثم بعد كده تروح تختار الحاجه، بعد كده تختار edit اللي هو تعديل او تحرير. بس هنا انا ما اتكلمتش على حاجه معينه او على مثلا على برنامج معين، انا بقول لك عموما للتعديل علشان اعدل في اي حاجه بختار تحرير اللي هو edit. اي حاجه في الدنيا بعمل لها تعديل بختار حاجه اسمها تحرير، ما تحرير هي تعديل، الاثنين واحد بس مع اختلاف المسمى ما بينهم. طيب انا دلوقتي عندي برنامج مايكروسوفت وورد، عايز اعرف انا بستخدم البرنامج ده في ايه. يا ريت الناس تشارك معايا، انا بستخدم برنامج مايكروسوفت وورد في ايه؟ معالجة النصوص، كتابة النصوص، تمام. البحث، في حد قال في أي لينك لموقع لاختيار المنطقة بتكون إيه؟ أنا مش فاهم السؤال برضه، ممكن توضح لي السؤال؟ سيرة ذاتية، حلو. كتابة النصوص، تقارير، حلو. تحرير ومعالجة النصوص، كويس. طيب إيه رأيكم بقى؟ هوريكم حاجة دلوقتي، تمام؟ مخاطبة الشركات، حلو. تعالوا كده بصوا، هل اللي انتوا شايفينه دلوقتي ممكن اعمله على الوورد؟ اه، وبكل سهولة كمان. انا عملت ايه دلوقتي؟ انا عملت تصميم، انا عملت روشتة، عملتها فين؟ على برنامج الوورد. بيعمل الكلام ده؟ اه بيعمله. طيب مثلا ممكن يعمل ايه تاني؟ بصوا كده معايا، مطوية اعملها على الوورد. اه بعملها على الوورد. على الوورد، اه كارت شخص على الوورد. طيب مثلا شهادة تقدير وختم،
اه بيعمل لوجو كل التصميمات اللي انت اهو زي ما انتوا شايفين كده، غير كده حاجة بسيطة وشهادة بسيطة اهي بكل بساطة، حاجات بسيطة يعني هي بس حلو جدا. طيب ده بالنسبة للوورد، يبقى أنا بستخدم الوورد في تحرير النصوص، في المستندات، في الأبحاث. الوورد أنا بسميه البرنامج الرطاط اللي بقعد أرط فيه زي ما أنا عايز، أكتب فيه بدون ما أشبع، تمام؟ وده شكله بيكون بالشكل ده. طيب حلو خالص. طيب مثلا ندخل على البرنامج اللي بعد بوينت فيه. طب وايه الفرق ما بين الباوربوينت والوورد؟ وامتى استخدم ده وامتى استخدم ده؟ طب بصوا كده واجهة الوورد، بصوا معايا على واجهة الباوربوينت. عرض تقديم نقاط مركزة ومختصرة، عروض تقديمية، حلو، عرض شرائح، إعلانات، حلو، تبقى مختصرة ومعتمدة على الرسوم والأشكال والجداول والصور أكتر من الكلام، حلو جدا. طيب أنا ممكن طيب شكل الدخول بس للكلام الموجود ده، حلو، يعني معنى الكلام ده إن الوورد بيهتم أكتر بالكتابة، أنا أكتب بيه مستند، أعمل أما الباوربوينت ميزته اللي هو بيعرض لي الشغل سواء كان صور أو أشكال أو حاجات متحركة، مش بيهتم بالكلام الكتير، بيكون مختصر على الوورد. يعني أنا واحد من الناس مثلا كتبت قصة حياتي في الوورد 10 صفحات، أجي في الباوربوينت أكتبها صفحتين ثلاثة، مشروع وعايز أعرضه بعرضه على الباوربوينت. يبقى زي ما قلنا ان الوورد بيهتم اكتر باللي هو المستندات، بالتقارير، مثلا لو عايز ابعت دعوة، مثلا لو عايز اعمل تقرير معين على شركة، تقرير على مثلا حاجة انا بعملها، لو عايز اعمل بحث، لو عايز اعمل كتاب، بيهتم اكتر بالكلام الكتير، رد اكتب حكي فيه زي ما انت عايز، فهو بيهتم اكتر بالكتابة. اما الباوربوينت فهو العرض التقديمي، يعني انا لو معايا مشروع ما وعايز اعرضه للناس عن طريق بروجيكتور، تمام، فبستخدم الباوربوينت. عايز استخدم مؤثرات اللي هي الانتقالات، مثلا الحاجات المتحركة، صور، اشكال، لا ادخل على الباوربوينت. الباوربوينت بيهتم اكتر بايه؟ باللي احنا قلنا بالحاجات اللي هي المتحركة والثابتة مع بعض، أما الوورد بالحاجات الثابتة بس. طيب الباوربوينت بيكون مختصر على الوورد، يعني أنا ممكن إن أنا أكتب قصة حياتي في الوورد في 10 صفحات أروح أكتبها في الباوربوينت في صفحتين. فأنا لو جيت طلبت منك تعمل لي بحث، تقرير، مستند، اي حاجه فيها كلام كتير استخدم الوورد. اما المختصر المفيد باوربوينت. تلاحظوا كتير ان الدكاتره بتوع الكليات بيستخدموا باوربوينت وليس وورد. ليه؟ لان الباوربوينت فيه تاثيرات، فيه مثلا مؤثرات كتير، اهو ادي شكل الدخول للشريحه دي انا ما لقاهاش في الوورد. فزي ما قلنا الفرق ما بين الوورد والباوربوينت، انا لو عايز اعمل مثلا تأثير للكلام الموجود داخل الشريحة ممكن اعمل بالشكل ده. طيب هل بقدر اعمل الكلام ده داخل الوورد؟ لا ما اقدرش اعمله. ليه؟ لان الوورد مفهوش زي ما احنا قلنا، مفهوش الحاجات اللي هي المتحركة، بيهتم اكتر بالحاجات الثابتة،
يعني ممكن اعمل الشكل زي ده. طيب انا عايز احرك الشكل ده، مش هعرف احركه مثلا في اعمل له تأثير في الوورد، لكن لو جيت مثلا في الباوربوينت ورحت على انسرت واخترت شيب، اخترت نفس الشكل اهو، بص كده الانيميشن، عملت له شكل دخول حلو. معنى كده ان الانيميشن بستخدمها لايه؟ للحاجات الموجوده داخل الشريحه، اما الترانزيشن شكل الدخول للشريحه نفسها. طيب فده الفرق ما بين الوورد والباور بوينت. انا وريت لكم الحاجات اللي ممكن نعملها على الوورد، هوريكم جزء من الشغل كان على الباور بوينت. حاجه زي دي، الناس اللي كانت حاضره معايا الدبلومه بتاعت مايكروسوفت اتعلمنا ازاي نعملها، ده دي حاجه متحركه. هل اقدر اعمل الحاجه دي في الوورد؟ لا. تاني اهي حاجه بالشكل ده، دي كلها استخدمنا فيها الانيميشن. طيب في حاجه اسمها انترو فيو افتتاح، مثلا لو انا مثلا نفترض بشرح حاجه قدام عدد كبير من الناس وعايز ان انا اعمل انترو مقدمه قويه بالشكل ده، الكلام ده ما بقدرش يعمله الوورد. مثلا رسم كرتون، شخصيه كرتونيه بالشكل ده، اللعبه اهو دي لعبه. تمام مفيش مشكلة، أنا بس هوريكم الشغل اللي ممكن نعمله بكل برنامج، استخدام كل برنامج. تمام إن شاء الله بإذن الله، بس موضوع المشكلة بتاعة الصوت وبتاعة النت دي إن شاء الله يعني تكون حلت معايا إن شاء الله بكرة. زي ما قلنا دي كلها برضو شغل ممكن أعمله على الباوربوينت. ده بالنسبة للعد التنازلي، الناس اللي حضرت معايا في دبلومة مايكروسوفت اتعلمنا كل ده مع بعض. ده هنا بقى لو بعمل ايه، انا عايز ابتدي اعمل معايا فيديو وعايز اعمل له انترو او مقدمة، ممكن اعمل له مقدمة بالشكل ده اهو، شكل الدخول قبل ما يبدأ في الفيديو تبقى المقدمة بتاعته بالشكل ده. طيب مثلا عايز اعمل شخصية كرتونية اهو، دي شخصية كرتونية، ده اللي هي لعبة برضو لعبة شيقة ممكن تتعمل أو زي ما انتوا شايفين. ده هي شكل انفوجرافيك اللي هو بيديني نسبة مئوية، ده اللي هو شكل الطباشير. الحاجات دي كلها بيقدر يعملها الباوربوينت، بس الوورد بيكون صعب عليه ان هو يعمل المؤثرات دي كلها. هنا لو عايز اقسم الصفحة اكتر من نص، ده هنا شكل الكتاب بقى، كأني بقلب كتاب، كأني بقلب كتاب. ده تصميم، التصميم ده اللي هيشوفه يقول لك انا عملته، لا انت كده عملت التصميم ده على الفوتوشوب، لا التصميم ده معمول على الباوربوينت وممكن يطلع افضل بكتير من الفوتوشوب. تصميم بسيط، تصميم سهل، ما فيهوش اي مشكله، وحتى تصميم انا شايفه ان هو مميز جدا. ليه؟ لان انا عامله بحاجات يعني بسيطه، وفي نفس الوقت انا مختار الالوان المناسبه ليه. فممكن انا اعمل التصميمات بتاعتي كلها على الباوربوينت. مشكله في حاجه بالشكل ده، ده مثلا لو عايز اصمم ختم مثلا اهو. طب لو عايز اصمم شعار، ادي شكل الشعار وهكذا. فده كله بعمله على الباوربوينت، بعمله على الباوربوينت بين الوورد وبين الباوربوينت ده. وامتى استخدم ده؟ وامتى استخدم ده؟ ناس معايا؟
اللي لسه عنده أي مشكلة يقول يعني كل الفرق ما بين اللي ماشي. طيب حاول نحل مشكلة الصوت دي، حاول أنا يعني نعرف كده لحد ما نحل مشكلة الصوت دي والإنترنت معايا. الإكسل حاجة اسمها جداول إلكترونية، يعني لو عايز أعمل جداول ما أقولش أنا هعمل تعمله، بس إكسل مميز أكتر في موضوع الجداول والعمليات الحسابية اللي هي المعادلات. يعني دي شيت في حوالي 45 معادلة، دول بس جزء بسيط من معادلات الإكسل. حاضر، اسمها الفي لوك اب مثلا، اخطاء الشائعة اللي ممكن تقابلك مثلا. المعادلات بتاعتك كلها اهي، دي كلها معادلات شرحناها، سم افريج ماكس مين، سم افريج ماكس مين، لارج. انا عايز اقول لكم ان ده بس ما يعتبرش اصلا 1% من الاكسل. ليه؟ ان الاكسل لو جينا دخلنا على الفورمولا، القائمة دي كلها معادلات اهي، دي كلها معادلات. الاكسل مليان معادلات، سواء كان هندسية او معادلات حسابية او معادلات خاصة باللي هو الويب، او معادلات خاصة بالمعلومات، او معادلات مثلا مالية، او معادلات خاصة بالنصوص، او معادلات خاصة بالتاريخ والوقت وهكذا، او معادلات رياضية. ده جزء صغير من المعادلات اللي ممكن تستخدمها، والمخططات البيانية بالظبط. ده جدول حضور وانصراف للموظفين اللي عندك اهو، ده ممكن اعمله على الاكسل بكل بساطة وبكل سهولة. يعني مثلا جيت انا هنا من السهم ده اخترت غين، خليها الاحمر. جيت هنا اخترت مثلا غين، خليها الاحمر. هاجي في الاخر هيجي بيحسب لي هنا عدد ايام الحضور وعدد ايام الانصراف. طب انتوا هنا ليه شايفين كبر الخلية؟ هتلاقي الكلام الموجود داخل الخلية ظهر معك، تمام؟ طيب حاجة اسمها الداش بورد، بيستخدموهم ال HR في الرسومات برضو البيانية، ده ممكن تعمله على الإكسل أهو، تمام؟ ده برضو شكل تاني للداش بورد، ده بكل بساطة ممكن تعمله على. طيب طيب ده بالنسبة للإكسل. طيب بالنسبة للأكسس، الأكسس دي بعمل بيه قواعد بيانات. طب ما أنا ممكن أعمل قواعد البيانات على الإكسل، ممكن تعملها، بس الأكسس الإكسل اللي بيهتم أكتر بالمعادلات والرسم البياني والجداول، أما الاكسس بيهتم بس ان هو يعمل لك قاعدة بيانات. قاعدة بيانات بتكون عبارة عن شروط، يعني شرط اساسي عشان تعمل قاعدة البيانات اهو. ده شكل الاكسس من جوه، هو بيكون بالشكل ده. يعني هو هنا بيلزمني بحاجات معينة، ابتدي اكتب مثلا هنا نوع الحقل واسم الحقل انا اسف، وهنا نوع البيانات، يعني مثلا دي اي دي. طيب البيانات اللي هكتبها في حقل الاي دي لازم تكون ايه؟ اوتو نمبر. هنعرف الكلام ده لما ناخد الاكسس مع بعض بالتفصيل. طيب الاسم، البيانات المفروض تكون في خانة الاسم اللي هو التكست نص. طيب رقم التليفون،
البيانات المفروض تكون في خانة رقم التليفون هي ايه؟ نمبر. فين نمبر؟ اهو. يعني معنى كده ان انا بكتب هنا اسم الحقل والبيانات اللي المفروض تتصوص ولا ايه بالظبط. واول ما تيجي تروح مثلا على الوضع الثاني ابتدي بقى اكتب البيانات بتاعتك هنا. يبقى هو عرفنا كده الفرق ما بين الوورد، الباوربوينت، الاكسل، الاكسس، الاربع برامج زي ما قلنا: الوورد مستندات، تقارير، ابحاث، كتب. الباوربوينت بيهتم اكتر بالعروض التقديميه، بيهتم بالحاجات المتحركه، بيهتم بالتصميمات اكتر. الاكسل اللي هو جداول ومخططات البيانيه والمعادلات. الاكسس بيهتم ان هو يعمل لي قاعده بيانات خاصه مثلا سواء كان لموظفين او بيانات مستشفى وهكذا. لحد الان في اي مشكله في الفرق ما بين الاربع برامج دول؟ انا عارف ان النهارده كان في مشكله في الصوت، مشكله جدا كان في الصوت، نحاول نحلها ان شاء الله. لحد الان في اي مشكله مع الناس؟ طيب يبقى كده اخذنا الاول جزء بسيط كده من اساسيات الكمبيوتر اللي احنا كنا سيبناها، وعرفنا الفرق ما بين الاربع برامج. فان شاء الله باذن الله، انا اولا انا بعتذر مره تانية على المحاضره بتاعت النهارده، ان برضو كان في ان انا اتاخرت، ان انا يعني اعتذر ان انا لسه انا جاي من بره، يعني كنت في الشغل ولسه مخلص. فان شاء الله باذن الله احاول باذن الله احل المشكله دي بكره، بحيث ان بكره ان شاء الله هنبدا في ميعادنا 10، يعني 10 تمام، ومشكله النت دي تكون اتحلت باذن الله. كان في سؤالين في الامتحان عن اللينك اللي هو الارتباط الشعبي، ممكن حضرتك تراجعهم، اللي هو الارتباط التشعبي. طيب كان صيغة السؤال ايه؟ لو تفتكروا صيغة السؤال كانت ايه؟ حاضر، صيغة السؤال كان ايه؟ صيغة السؤال كانت ايه؟ بس حاول تفتكر معايا صيغة السؤال. انا بتوقع يا باشمهندس ان ممكن يكون حوار الارتباط التشعبي دي احنا ما تطرقناش ليها في الاسئله، بس كان في سؤال في اللي هو الايميل، ومثلا بيسالك بيقول لك هو انهي جزء فيه بيعبر عن ايه، زي مثلا دوت كوم ده تجاري، مش عارف تقريبا عنوان الاسم، فتقريبا اظن ان ده السؤال تمام يا هندسة، حاضر. حاجه تقريبا. النطاق تمام، الإيميل نطاق حاجة كده مش فاهم كان فاكره بتدل على إيه. طيب هو دلوقتي أنا دلوقتي نفترض دخلت على مايكروسوفت تمام، خلينا ماشيين واحدة واحدة مع بعض. وكان في أسئلة كانت محتاجة الناس تكون فاهمها كويس تمام، امتحان كان في أسئلة مكانتش مباشرة بس أسئلة كانت سهلة، يعني موضوع القطعة فعلا يعني القطعة برضو بتعودكم على السرعة، فإن شاء الله يعني بإذن الله يعني مع الوقت كده هتتعلموا إن أنا لما أجي أكتب أي حاجة إيدي تبقى سريعة إزاي على لوحة المفاتيح. طيب سؤال اللي هو اكتب القطعة كل قصة، بس عشان أنا عايز أسرع إيدك على الكتابة. هو ده ليه ما فتحش أهو. طيب هنا الـ HTTPS معناه World Wide Web، كنت بلد دوت كوم معناه ان الموقع اللي انا فاتحه تجاري كوميركال. طب الـ EDU معناها education، معناها زي ما قلنا الـ HTTPS فهي اختصار هايبر تكست ترانسفير بروتوكول سيكيورتي، معناها ان الموقع بتاعي امن. الـ www world wide web دوت اي جي معناها اللي هو دي البلد اللي انت فاتح منيها ايجيبت، دوت كوم معناها ان الموقع تجاري كوميركال، والـ EDU معناها
الاي دي ومعناها education تعليمي، واللي هو دوت جي او في معناها government حكومي. طيب بالنسبة للنطاق، يعني النطاق يعني اسم الصفحة اللي انت فاتحها. الصفحة اللي انا فاتحها هي ايه؟ مايكروسوفت. يبقى ده النطاق. النطاق اسم الصفحة اللي انا واقف عليها، الصفحة اللي انا فاتحها. فالسؤال اللي كان في الامتحان كان ايه؟ كان اتش تي تي بي مثلا، غير اللغة، www.com. فاسم النطاق هو يقصد بيه ايه، او اسم المجال، الصفحة اللي انا فاتحها دوت كوم، ده الصفحة اللي انا فاتحها. زي مثلا هنا اهو، الصفحة اللي انا فاتحها اللي هو اتش اي ار يو. طيب هنا مثلا الصفحة اللي انا فاتحها اسمها ايه؟ مايكروسوفت. ده اسم النطاق او المجال، يعني الصفحة اللي انا فاتحها دي اسمها ايه بالظبط؟ الفاتح ده اللي هو المجال، هو النطاق. المجال هو نطاق بيكون قبل او في. النطاق زي ما قلت لكم وزي ما شرحت هي اسم الصفحة اللي انا فاتحها. انا هنا فاتح صفحة ايه؟ مايكروسوفت اهو، ده النطاق بتاع مايكروسوفت. طيب لو جينا رجعنا خطوة لورا، هنا اسم النطاق ايه؟ جوجل هو المجال. طيب جيت مثلا فتحت حاجة اسمها اريبيا، شايفين مثلا من فوق هنا، هدخل على لا استنى، انا عايز ده، هنا اسم النطاق بتاعك ايس ديل اريبيا، ادي اسم الصفحة اللي انا فاتحها ايس ديل اريبيا. ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو زي ما قلنا اسم النطاق او المجال، يعني انا ايه اسم الموقع اللي انا فاتحه حاليا وشغال عليه. طيب ماشي حاضر، اجابات هتنزل لكم. ايه تاني اسئله بالنسبه لموضوع القطعه؟ زي ما قلنا القطعه عشان انا في ناس ما بتلحقش تخلص، يعني بيكون عبارة عن ساعة بس. حد الآن في أي سؤال، في أي مشكلة؟ القطع مجرد مرتبة بس، لكن لو في أخطاء مش بنصححها. طيب القطعة في الامتحانات الدولية لازم تكون عارف تمام، كنا شرحنا الهمزات تمام، همزة على النبرة، الحاجات دي كلها بتتكتب ازاي لو انا القطعة بتاعتي بالعربي. لو انجليزي هتسهل عليك قوي. هو انت مثلا لو دخلت امتحنت اي سي دي ال تيتشر في او امتحان الفتحة الضمة بس تمام، ما هي دلالة، مش ممكن توضيح للسؤال بتاع ما هي دلالة أمانية الموقع؟
احنا قلنا ال HTTPS، ال S ده اللي هو security، ال S اللي هو security اللي هو الأمان. حد الآن حد عنده أي سؤال؟ هبعت لكم كل ده. حاضر ماشي. حد عنده أي سؤال؟ قبل ما ننهي المحاضرة، أمور تمام مع الكل؟ هي كانت محاضرة بسيطة، وحبيتش أنا أزود أكتر من كده عشان مشكلة الصوت. من خصائص الجهاز رن، ما هو رن احنا قلنا عشان أعرف خصائص الجهاز أروح أكتب حاجة اسمها DXD IAG، هيجيب لك اللي هو الخصائص بتاعة الجهاز أهو DXD IAG. DXD IAG تمام. إن شاء الله زي ما قلنا هنبدأ بإذن الله بداية من محاضرة بكرة، هنبدأ في شرح برنامج الوورد من أول حد الآخر، زائد إن إحنا برضه هنحل مع بعض أسئلة الاختبارات الدولية اللي بتيجي في الوورد. يعني أهو ده جزء من الاختبار، من أسئلة الاختبارات الدولية اللي بتيجي في برنامج الوورد. دول بس كام سؤال؟ 15 سؤال. في أسئلة تانية؟ في أسئلة أكتر من كده، إن هم 36 سؤال. دول 15 سؤال تمام، وهنشرحهم إن شاء الله، يعني هيتحلوا معانا خلال الشرح إحنا وبنشرح تمام. بحيث إن أنت تدخل برضو تكون جاهز الاختبار الدولي بيجي إزاي في البرامج دي. طيب إيه اللي مطلوب بقى منكم في البرامج دي؟ كل برنامج هتعمل عليه مشروع، مشروع على الوورد، على الباوربوينت، على الاكسل، على الاكسس. حد عنده مشكلة في يوم النهاردة؟ بتوقيت مكة المكرمة وبالتوقيت في 30%. يعني هنشرح، هنبتدي بأول قائمة، هنشرح تاني قائمة، هنشرح تالت قائمة، هكذا هنشرح إن شاء الله. بإذن الله أكون حليت مشكلة الصوت برضو اللي عندي حاليا. يعني النهارده كان في مشاكل كتيره في المحاضره بسبب الصوت. فالنت عنده، يعني عندنا مشكله كبيره في النت اليومين دول في الشركات، فانا بدنا انتظار الناس مره تانية. ان شاء الله باذن الله تكون الامور اتحلت وتحسنت، افضل واحسن من كده. 10 بالظبط هنبدا ان شاء الله بكره. حد عنده اي مشكله في الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده؟ طيب حد عنده تعليق على حاجه معينه غير مشاكل الصوت؟ كويس خالص، ربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله، بالتوفيق لكم بإذن الله، و ربنا يوفقكم إن شاء الله في اللقاء ده. تصبحوا على خير.